السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى. أخواني الأعزاء، الكثير من الشباب يتهيئ لهم أو يفكرون من يوصلون للاتحاد الأوروبي يقدم بالعمر قاصر، يعني 17 سنة ودون، فهذا الأمر أخواني الأعزاء عليه تبعات قانونية. طيب أنت من تجي تقدم بأنك قاصر، هل انتهى الموضوع؟ هل ليس هناك تحقيق لا أولي ولا ثانوي؟ لماذا يتأخر ملف اللجوء؟ الخاصة الناس الآن في فنلندا بسبب التحقيقات، اللي مقدم بدون واللي مقدم بأنه قاصر، واللي الكثير من الملفات يجب عليهم التحقق من صحة المعلومات المقدمة حتى يوافقون على طلب اللجوء. اليوم لدينا قصة حقيقية راح تأخذون منها عبرة كبيرة جدا، وهو يوم شخص كذب بطريقة الوصول وكذب بالعمر. تعالوا نشوف الإجراءات التي تمت من خلال هذا التحقيق الذي قدمته لنا أو قدمه لنا حرس الحدود الفنلندي. في الواقع جاء رجل بالغ من العمر بالغ إلى فنلندا بمفرده بالطائرة من وارسو، وتبين أن طالب اللجوء الذي ادعى أنه قاصر يبلغ من العمر 29 عام. المشكلة يعني موافقين على طلب اللجوء، لاحظوا أخواني الأعزاء، ويقول خفر السواحل أن طالب اللجوء الذي قدم نفسه على أنه أثيوبي يبلغ من العمر 17 عاما، تم الكشف عن أنه يبلغ من العمر 29 عام خلال التحقيق الأولي الذي أجره خفر السواحل في خليج فنلندا. ليش أجرى هذا التحقيق في السواحل في خليج فنلندا؟ لأن هذا الرجل كذب عليهم وقال لهم أتيت من البحر. وفي بداية أغسطس تقدم الرجل بطلب إلى دورية الشرطة في محطة قطار هيلسنكي، وأعلن استعداده لتقديم طلب اللجوء في فنلندا، وقال أنه فر من الاضطهاد وسافر من أثيوبيا عبر ألمانيا إلى فنلندا بجواز سفر مزور بمساعدة أحد المهربين. هم لحد الآن ما عندهم مشكلة، وتم قبول طلب اللجوء. لو تشوفون هذه، وتم قبول طلب اللجوء الذي قدمه الرجل، وتم وضعه في منزل جماعي مع طالبي لجوء قاصرين آخرين جاءوا بمفردهم. يعني الناس أول ما قدم لهم المعلومات الأولية، صدقوا حطوا، تم قبول طلب لجوء وقدموه وحطوه في مكان للقاصرين. ولأن الرجل قال أنه دخل البلاد بشكل غير قانوني بمساعدة أحد المهربين، اتصلت الشرطة بخفر سواحل خليج فنلندا الذي يحقق في معظم الحالات المماثلة، وكشف التحقيق أنه خلافا لما قاله الرجل للشرطة فقد وصل إلى البلاد بمفرده على متن رحلة جوية من وارسو، يعني من بولندا، وكان الرجل قد دفع ثمن تذكرة الطائرة بنفسه وقام بالحجز الرحلة بمعلوماته الشخصية. تصوروا جايبين المعلومات من هناك، يعني المعلومات، الباسبور الذي قدمه ب29 عام، جابوا المعلومات منين؟ من مطار وارسو أو من بولندا. وكان لدى الرجل تأشيرة دراسية طويلة الأمد لبولندا والتي انتهت صلاحيته في نهاية العام الماضي، يعني كان يدرس في بولندا. وتم استجواب الرجل لكنه نفى نتائج التحقيق، وستنقل التحقيقات الأولية القضية إلى النيابة، ويشتبه في أن الرجل ارتكب جريمة تسجيل وجريمة على حدود الدولة. إذن أخواني الأعزاء، الإنسان لما يجي ويكذب راح يبين الكذب. نصيحة أخواني، لا تقدمون بأقل من أعماركم، لا تشققون باسبوراتكم، والطريقة اللي وصلت بها تكلم بها بكل صراحة، لأن أعدائهم هم الكذابين. لاحظوا، محولي إلى النيابة العامة، محولي إلى النيابة، ويشتبه فيه بأنه يعني قدم على جريمة. أول شيء كذب عليهم، قالهم أنا 17 عام، هو بالحقيقة 29 عام. ليش عرفوا 29 عام؟ لأنه طار من مطار وارسو من بولندا إلى فنلندا، نزل وبعدين راح إلى محطة قطار هلسنكي وقالهم أنا أريد أقدم لجوء، أنا قاصر، وقبل طلب لجوء ودوا إلى مكان فيه القاصرين. ولكن تبين بالتحقيقات بأنه السيد حجز بنفسه ودفع الفلوس بنفسه
وجواز السفر يدل على أنه إنسان بالغ ويبلغ 29 عام، لأنه لا يوجد إنسان يدرس في بولندا وهو قاصر. إذا أخواني الأعزاء، هذا الأمر يجب أن تصدقون به، خاصة الناس اللي تفكر تجي للاتحاد الأوروبي. أرجو قد أفدناكم بهذا الخبر. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.